انفجار سيارة مفخخة في المنطقة الصناعية في مدينة عزاز، وتوجه فرق الدفاع المدني إلى مكان الانفجار، وانتشر الجثث وأطفاء الحرائق وأسعاف الجرحى إلى المشافي الميدانية، والأضرار كانت كبيرة من الناحية المادية للمنطقة الصناعية. العدد عم بيزداد كل ما لحد الآن، ما في ولا يعني العدد مو معروف، لا جرحى ولا شهداء.